السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كرافتنج ويل. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم طريقة عمل الجوانتي الكروشيه اللي بدون أصابع ده، وبإذن الله يعجبكم وينال رضاكم. ولو عجبكم يا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وعمل شير ولايك عشان نفيد بعض. ولو عندكم أي سؤال ما تترددوش إنك تسألوا على القناة، وإن شاء الله هجاوبكم في أسرع وقت ممكن. علشان اعمل الجوانتي بتاع النهارده ان شاء الله هستخدم خيط اليز ريكو، خيط قطن رفيع، وابره مقاس 3.5 مليمتر زي ما واضح قدامكم دلوقتي. نبدا على بركه الله. هبدا السطر الاول بورده البدايه زي ما اتعودنا في شغلنا، وبعد كده هشتغل 35 سلسله. الجوانتي طبعا هيبقى للايد الرفيعه زي ما واضح حجمه دلوقتي، وانتم ممكن تتبعوا نفس الغرز ونفس الخطوات، بتزودوا للحجم الكبير بتزودوا طبعا عدد الغرز. بالشكل ده انا كده خلصت 35 سلسلة. هتخطى اول غرزة انا عملتها، اول سلسلة انا عملتها، وهعمل في السلسلة اللي بعدها غرزة حشو في تاني سلسلة من الإبرة بالشكل ده، وهكمل كل السطر غرز حشو. في كل سلسلة تقابلني هشتغل فيها غرزة حشو لحد آخر السطر. هخلص وهرجع لغرين إن شاء الله. كده انا خلصت السطر الاول بالشكل ده غرز حشو. هبدأ السطر الثاني، هشتغل 4 سلسلة، وبعد كده هلف الشغل بتاعي وهتخطى اول غرزتين مش هشتغل فيهم، وهشتغل في ثالث غرزة مكان ما انا واقفة هشتغل غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده هرجع اشتغل 3 سلسلة، وبرضو هتخطى تاني غرزتين وهشتغل في الغرزة التالتة غرزة حشو، وهكرر بنفس المنوال ده هشتغل كمان 3 سلسلة، هتخطى الغرزتين اللي بعدهم، وفي تالت غرزة هشتغل غرزة حشو، وهكمل على نفس المنوال لحد آخر السطر. هخلص بنفس الطريقة دي وهرجع لكم تاني إن شاء الله. كده انا خلاص السطر التاني وبقى بالشكل ده زي ما واضح قدامكم. هبدأ السطر التالت، هشتغل 3 سلسلة مثابت عمود ارتفاع، وهلف الشغل بتاعي وهشتغل في تاني. انا كنت السطر اللي فات عاملة 3 سلاسل بالشكل ده، ده الفراغ كنت عاملاه من 3 سلاسل. انا هشتغل في تاني سلسلة منهم هشتغل غرزة حشو، ده بعد ما عملت طبعا 3 سلاسل. هشتغل في تاني سلسلة من السطر اللي فات غرزة حشو، وبعد كده هشتغل 3 سلسلة كمان، وفي تاني سلسلة من التلاتة بتوع الفراغ في السطر اللي فات زي ما واضح قدامكم هشتغل برضو غرزة حشو، وهكمل بنفس الطريقة دي لحد آخر السطر. 3 سلسلة وغرزة حشو في تاني سلسلة من التلاتة اللي عملتهم في الفراغ بتاع السطر اللي فات. يا رب الشرح يكون واضح، ولو في أي سؤال اسألوا إن شاء الله هجاوبكم في أسرع وقت. هكمل لحد آخر السطر وهرجع لكم تاني إن شاء الله.
كده انا خلصت السطر الثالث وهبدأ السطر الرابع. هرتفع 4 سلسلة. بعد كده هلف الشغل بتاعي وهشتغل غرزة حشو برضو زي ما عملت السطر اللي فات في الغرزة اللي في المنتصف اللي هي تاني غرزة من الثلاث سلاسل اللي عملتهم في السطر اللي فات بالشكل ده عشان يبقى في المنتصف. وهرجع اشتغل 3 سلسلة كمان وحشو برضو في تاني سلسلة من الثلاث سلاسل بتوع الفراغ اللي موجود في السطر اللي فات. يعني بكرر السطر اللي فات برضو 3 سلسلة وحشو في تاني سلسلة من الفراغ. هكمل لحد اخر السطر على نفس المنوال وهرجع لكم تاني ان شاء الله. ده كده السطر الرابع بعد ما خلصته. بعد كده هبدأ السطر الخامس. هكرر السطر اللي فات او السطر الرابع هكرره بنفس المنوال هخلصه وهرجع لكم تاني ان شاء الله. كده انا خلصت السطر الخامس. السطر من السطر السادس للسطر العاشر برضو هكرر السطر اللي فات من السادس للعاشر هكرر برضو نفس السطر اللي فات هكملهم وهرجع لكم تاني ان شاء الله. ده شكل العشر سطور بعد ما خلصتهم بقى الشكل بالمنظر ده. بعد كده هبدأ السطر الحداشر. هبتدي اعمل 5 سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهشتغل غرزة حشو برضو في تاني سلسلة من الثلاث سلاسل اللي عملتهم في الفراغ بتاع السطر اللي فات. بعد كده هرجع اشتغل 4 سلسلة وهشتغل برضو حشو في تاني سلسلة من التلاتة وهكمل على نفس المنوال لحد اخر السطر وهرجع لكم تاني ان شاء الله. السطر ال 12 هعمل 5 سلسلة وهلف الشغل بتاعي وبعد كده هشتغل حشو في
في الفراغ كله، مش في سلسلة معينة، مش في تاني سلسلة، اشتغل في الفراغ كله غرزة حشو، وهرجع اشتغل 4 سلسلة وهشتغل حشو في الفراغ كله التاني بتاع الفراغ التالي له، وبعد كده هكمل 4 سلسلة وبرضه في الفراغ التاني بالشكل ده، وهكمل لحد اخر السطر على نفس المنوال، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. هبدأ السطر ال13، هرتفع ب5 سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وبعد كده هشتغل في الفراغ ده، اول فراغ يقابلني هشتغل جواه غرزة حشو، وبعد كده هشتغل 4 سلسلة وفي الفراغ اللي بعده غرزة حشو، وهكمل 4 سلسلة وحشو في الفراغ اللي بعده، وهكمل لحد اخر السطر وهرجع لكم تاني ان شاء الله. بعد كده هبدأ من السطر ال14 للسطر 27، هشتغل 6 سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وهشتغل غرزة حشو في أول فراغ يقابلني ده، هشتغل حشو، وبعد كده هشتغل 5 سلسلة وهشتغل حشو في تاني فراغ يقابلني، وهكمل بنفس المنوال 5 سلسلة وحشو في الفراغ اللي بعده، هكمل لحد اخر سطر وهرجع لكم تاني ان شاء الله. بالشكل ده انا خلصت 27 سطر، وده شكل الجوانتي بتاعي بقى بالشكل ده. هبدأ السطر ال28، هرتفع ب3 سلسلة وهلف الشغل بتاعي، واشتغل عمود بلفة في اول غرزة تقابلني بالشكل ده، اشتغل عمود بلفة وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل 3 عمود بلفة في نفس الغرزة، كده انا عملت عمود بلفة، ده تاني عمود بلفة، ده تالت عمود بلفة في نفس الغرزة، بالشكل ده عملت 3 عمود بلفة. بعد كده هشتغل عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها، عمود واحد بس، وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل كمان عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها، بالشكل ده بعد كده هشتغل 6 سلسلة وهتخطى الفراغ اللي بعده، وبعد كده بعد الفراغ ده هشتغل في السلاسل بتاعت الفراغ اللي بعد ده، يعني تالت فراغ هشتغل فيه 10 غرز حشو في ال10 سلاسل اللي جايين دول، هشتغل فيهم في كل سلسلة تقابلني هشتغل فيها غرزة حشو، هيبقوا 10 غرز حشو،
بالشكل ده لحد ما اكمل ال10 غرز. كده انا خلصت 10 غرز حشو بالشكل ده زي ما واضح قدامكم. بعد كده هعمل 6 سلسلة وهتخطى الفراغ اللي بعده ده، مش هشتغل فيه، هشتغل في الفراغ اللي بعده، هشتغل عمود بلفة في الغرزة دي، الغرزة اللي بعدها برضو هشتغل فيها عمود بلفة. هكرر اللي انا عملته في اول مجموعة، هشتغل 2 عمود بلفة في الغرزتين، يعني في كل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة، ده تاني عمود بلفة في تاني غرزة. الغرزة التالتة هشتغل فيها 3 عمود بلفة في نفس الغرزة زي ما عملت المرة اللي فاتت، 3 عمود بلفة في نفس الغرزة. بعد كده في الغرزتين اللي جايين دول هشتغل في كل غرزة عمود بلفة، ده أول عمود بلفة في الغرزة الأولى، الغرزة الثانية هشتغل فيها برضو عمود بلفة واحد بس. كده أنا كررت المجموعة دي 2 مرات بالشكل ده، دي أول مرة ودي الثانية. بعد كده هعمل 6 سلسلة وبرضو هتخطى الفراغ اللي بعده، وفي الفراغ اللي بعده هكمل بنفس المنوال اللي انا عملته في المجموعتين اللي فاتوا، هكمل نفس المجموعات دي، هكملهم لحد اخر السطر وهرجع لكم تاني ان شاء الله.
كده أنا خلصت 28 سطر، وده بقى شكل الشغل. بعد السطر 28 هبدأ السطر 29، هرتفع بثلاثة سلسلة وهلف الشغل بتاعي، وهشتغل في أول غرزة تقابلني فوق أول عمود، هشتغل برضو عمود بلفة، وفوق العمود اللي بعده هشتغل برضو عمود بلفة، بعد كده انا وصلت للتلات عمود بلفة اللي عملتهم في غرزة واحدة، هشتغل فوق اول عمود هشتغل عمود بلفة، بعد كده هشتغل تلات سلسلة وارجع اشتغل في نفس الغرزة عمود بلفة كمان، هيبقى معايا في المجموعة دي ثلاثة عمود بلفة، دول هشتغل فوق كل عمود بلفة هشتغل فوق عمود بلفة، ده أول واحد وده التاني وده التالت ده بقى شكلها المجموعة الأولى بقى شكلها بالمنظر ده. بعد كده هشتغل ستة سلسلة وهتخطى الفراغ اللي جاي ده مش هشتغل فيه، وهتخطى اول غرزة حشو مش هشتغل فيها، ومن تاني فوق تاني غرزة حشو هبتدي اعد التمن غرز اللي جايين هشتغل فيهم غرز حشو، فوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو، هيبقوا عددهم 8 غرز حشو في الثمان غرز اللي جايين. يا رب الشرح يكون واضح والتصوير واضح لكم. كده خلصت 8 غرز حشو، وبعد كده هشتغل 6 سلسلة، وبعد كده هتخطى الفراغ اللي جاي ده مش هشتغل فيه ده، وهشتغل على المجموعة التانية بنفس الطريقة اللي عملتها في المجموعة الأولى، فهاخد أول 3 عمود بلفة هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، ده الأولاني وده التاني وده التالت، وفوق العمود الرابع هشتغل عمود بلفة برضو وتلاتة سلسلة وعمود بلفة في نفس الغرزة، بالشكل ده، وبعد كده هيبقى 3 عمود بلفة هشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، ده الأول وده التاني وده التالت، بالشكل ده، ده شكل المجموعة التانية زي المجموعة الأولى بالظبط. بعد كده هشتغل 6 سلسلة وهتخطى العمود اللي جاي ده مش هشتغل، الفراغ اللي جاي ده سوري مش هشتغل فيه،
وهتخطى أول غرزة حشو، ومن تاني غرزة حشو برضو هبتدي أعد 8 غرز حشو فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما يبقوا 8. كده انا خلصت 8 غرز حشو بالشكل ده، هاخد 6 سلسلة وهتخطى الفراغ اللي بعده وهكمل اخر مجموعة في السطر بنفس الطريقة اللي عملت بيها المجموعتين اللي فاتوا، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. كده انا خلصت والشغل بقى بالشكل ده، 29 عمود 29 سطر. بعد كده هبدأ السطر 30، هرتفع ب3 سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهشتغل فوق كل عمود عمود من ال3 أعمدة اللي جايين. ده تاني عمود بلفة، وده تالت عمود بلفة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، وبعد كده في الفراغ اللي هو من 2 سلسلة ده هشتغل جواه عمود بلفة و4 سلسلة وعمود بلفة جوه نفس الفراغ. هيتبقى في المجموعة دي 4 عمود بلفة، هشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة من الـ4 دول. كده انا خلصت المجموعة بعد بالشكل ده، دي المجموعة الاولى في السطر. بعد كده هشتغل 6 سلسلة، وهتخطى الفراغ ده مش هشتغل فيه، وهتخطى اول غرزة حشو مش هشتغل فيها، وبعد كده هشتغل 6 غرز حشو على ال6 غرز اللي جايين. فوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو هيبقوا 6. انا بنقص كل سطر غرزتين حشو، كان السطر اللي فات 8 غرز حشو هنا هيبقوا 6 علشان اعمل غرزة الاناناسة دي. بعد كده هشتغل 6 سلسلة، بالشكل ده. وبعد كده هتخطى الفراغ ده، الفراغ التاني ده برضو هتخطى مش هشتغل فيه. وبعد كده في فوق ال4 أعمدة اللي جايين هشتغل فوق كل عمود بلفة، هشتغل عمود بلفة. بالشكل ده، وجوه الفراغ هشتغل عمود بلفة
وأربعة سلسلة هو عمود بلف زي ما عملت في المجموعة اللي فاتت. بالشكل ده، وفوق الأربع أعمدة اللي جايين هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، وهكمل لحد آخر السطر المجموعة الأخيرة، وهرجع لكم تاني إن شاء الله. كده انا خلصت، وبالشغل بقى بالشكل ده 30 سطر، سوري 30 سطر. انا في سطر 31 هرتفع بثلاثة سلسلة والف الشغل بتاعي، وهشتغل فوق الثلاث اعمدة اللي جايين، فوق كل عمود اشتغل عليها عمود بلفة بالشكل ده. ده تالت عمود بلفة. بعد كده هشتغل اتنين سلسلة، وبعد كده هشتغل عمود بلفة واربعة سلسلة وعمود بلفة في نفس الغرزة بالشكل ده. بعد كده هشتغل فوق الاربع، سوري اتنين سلسلة وفوق الاربعة عمود اللي جايين، فوق كل عمود بلفة هشتغل فوق عمود بلفة بالشكل ده. دي اول مجموعة خلصتها. بعد كده هعمل ستة سلسلة، وهتخطى الفراغ اللي جاي ده مش هشتغل فيه، وهتخطى اول غرزة حشو مش هشتغل فوقها، وفوق تاني غرزة حشو هشتغل ست غرز حشو، فوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو، فهتطلع ست غرز حشو. الغرزة الأخيرة طبعا مش هشتغل فوقها. بعد كده هتخطى الفراغ اللي بعده وهشتغل ست غرز حشو، وبعد كده هشتغل فوق الأربع عمود بلفة دول، فوق كل عمود هشتغل عمود بلفة، هيطلعوا أربع أعمدة بالشكل ده زي ما عملت المجموعة الأولى. وبعد كده هشتغل اتنين سلسلة، وبعد كده في الغرزة اللي بعدها دي هشتغل عمود بلفة وأربعة سلسلة وعمود بلفة في نفس الغرزة بالشكل ده. بعد كده هشتغل اتنين سلسلة، وفوق الاربع اعمدة اللي جايين دول هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة، وهكرر بنفس المنوال ده لحد اخر السطر، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. ده شكل الجوانتي 31 سطر. وبكده اكون خلصت الجزء الاول من الجوانتي ده، لان انا مقسمة الفيديو على جزئين، وان شاء الله نتقابل في الجزء التاني. ولو في اي سؤال ما ترضوش تسألوا على القناة، وان شاء الله هجاوبكم في اسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.